السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير متابعي قناة محبي الزراعة المتواضعة. اليوم سنأخذ جولة ونتعرف على بعض أشجار اللوزيات، طبعا تلك شجرة خوخ أبو فروة، وتلك شجرة خوخ أبو فروة، لكن كما تشاهدون يعني معظم الأزهار عاقدي، بينما هنا ما زالت في ذروة عملية التزهير، وتلك كرز مطعمة على شجرة لوز. وهي كذلك في ذروة عملية التزهير، وهذا غصن لوز على نفس الشجرة المطعمة بالكرز. وهذه شجرة لوز بين عقد وثمر، وتلك كذلك شجرة لوز عملية تزهير وعملية عقد، وكذلك ثمار كما ترون، وتلك شجرة مشمش كما تشاهدون هي بداية عملية تزهير. طبعا أي شجرة لوز بإمكاننا أن نعمل على تطعيمها بأكثر من نوع، مشمش، خوخ أبو فروة، كرز، لوز، هنالك أصناف كثيرة من فصيلة اللوزيات بإمكاننا أن نطعم شجرة اللوز عليها، ويكون لنا عدة أصناف على شجرة واحدة، ويفضل التطعيم على شجرة لوز مر يكون أفضل، لأن شجرة اللوز المرة هي أقوى وتخدم وتعيش فترات أطول من اللوز الحلو. وتلك شتلة خوخ برية كون أصل تلك المشمشي من شجرة، تم تطعيمها على شجرة خوخ بري، إخواني إذا أعجبكم الفيديو لا تنسونا في لايك والاشتراك بالقناة، مع تحيات قناة محبي الزراعة المتواضعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.